السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني النحالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابري والنحل، القناة التعليمية الحضنة المزركشة. موضوع تحدثنا عنه سابقا، ولكن ما يزال في جعبتنا بعض المعلومات حول هذه المداخلة. يا ترى ما هي الحضنة المزركشة؟ ولماذا يتزركش الإطار بالحضنة المزركشة؟ اسم غريب لكنه عجيب. على العموم سنتحدث عن الحضنة المزركشة، وهي الإطار الذي فيه حضنة مغلقة، هناك فتحات من عيون سداسية موزعة على الإطار هنا وهناك، فهذه ما تسمى الحضنة المزركشة، وهذا للتوضيح. لكن ما هي الأسباب التي أدت إلى وجود هذه الفتحات في الإطار أو بين الحضنة المغلقة؟ يوجد أسباب كثيرة يجيب عليها الأستاذ رشدي زريقي من فلسطين، فكونوا معنا. الأخوان يعني اتساءلوا عن معنى، وخصوصا أخونا أبو موسى ومعلمنا اتساءل ما هي الحضنة المزركشة. احنا عندنا بفلسطين بنسميها المبعثرة. فبالنسبة للحضنة المزركشة معناها، هذا اللي ما بفهم معناه، هو انه وجود عدد كبير جدا من العيون السداسية المفتوحة في الإطار الحضنة المغلقة. فمثلا يعني بالعادة بيكون في عنا بالإطار الحضني المغلقة بنسبة 3% 4%، قد تصل نسبة 5% أو 6% من الحضني المفتوحة في الإطار الحضني المغلق، واللي ما بيكون فيها يرقة، ما بيكون فيها يرقة على الغالب هذه الحضن العين المفتوحة، هنا بتكون النسبة معقولة وما في عنا مشكلة. لكن إذا وصلت النسبة إلى 25% إلى 30% هنا بتكون في عندنا مشكلة، وبدنا نبحث عن سبب هذه المشكلة، ليش هذه الحضنة مفتوحة. فالإخوان أجابوك وقالوا لك أنه ممكن أن يكون مرض في الملكة، مرض في الحضنة، خطأ اللي هو ما حد يعني تحدث فيه، هو انه ممكن يكون خطأ من النحال. وعلى الغالب هو بكون خطأ نحال، بالاكثر هو خطأ نحال، وسنتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل. خلينا بداية نحكي عن الملكة ونحمل المسؤولية الاولى تقريبا للملكة، او نحملها 70% من المسؤولية عن الحضنة المزركشة او المبعثرة. بعض الإخوان قال إنه ربما هذه الحضنة مريضة، ربما قالوا إنه الملكة مريضة، ربما قالوا إنه قلة كثافة نحلية، وجميع هذه الإجابات طبعا صحيحة. لكن أنا أحمل الملكة والنحال معا في إنه في المسؤولية عن هذه الحضنة المزركشة. كيف يعني؟ إحنا دائما نقول للنحال بدل الملكة، إذا مثلا كان في عندك مشكلة بدل الملكة، فبقوم النحال بقتل الملكة الموجودة في الخلية، ويقوم ويترك النحل يبني بيوت ملكية في نفس الخلية اللي هو يتمها، اللي هو قتل ملكتها، فينتج عن هذه الخلية ملكات نسميها ملكات الطوارئ. وهذه ملكات الطوارئ حتى عندما تكون سليمة 100% فهي من أسوأ أنواع الملكات. فما بالك إذا كان هذه الخلية فيها أو الملكة فيها مشكلة، سواء فيها مرض، سواء كبيرة بالسن، سواء يعني غير غزيرة في البيض، بيضة ضعيف، وأن رب منها ملكة والملكة هذه تكون ملكة طوارئ، يعني هي سيئة في طبعها، فبالتالي الملكة هذه ستورث بناتها صفاتها السيئة. وهذا الخطأ طبعا يقع فيه معظم النحالين المبتدئين، ويقع فيه أيضا، وهذا شاهدته في عيني في أصدقائي بعض النحالين الموجودين عندنا واللي أنا بعرفهم معرفة شخصية، أنهم لما بدهم يكاثروا
بكون بقتل الملكة أو بنقذ الملكة على 3 إطارات أو 4 إطارات، ويترك النحل يعمل يربي بيوت ملكية من نفسه. وهذا طبعا يعني خلل كبير وخطأ كبير بالنسبة لتربية الملكات في منحل. يعني صاحبه يعني بعده مشروع اقتصادي بده يعيش من وراء الهواء. الهواء ما لنا فيه، احنا ما بنحكي عن الهواء ولا بنحكي عن اللي بده يتسلى في خلايا، هذا ما لنا ماله. احنا بنحكي عن النحالين اللي عندهم مناحل كبيرة واللي هو بيعتمدها كمشروع اقتصادي ودخل، بده يستر نفسه ويستر عائلته من وراء. فلو حاولنا تفصيل ما تحدث به إخواننا وقال لك أنه ربما هذا مرض في الحضنة، طب مرض الحضنة مين جابه؟ يعني كيف أجا لهذه الخلية؟ طبعا بالتأكيد بده يكون أجا عن طريق الملكة. طب ليش الملكة يعني بدها؟ يعني هنا يتساءل النحالة والإنسان كيف يعني الملكة بدها تعمل مرض في داخل الخلية. فلما بنكون احنا ربينا ملكات طوارئ وتم تربية هذه الملكات في خلايا لا تتوافر فيها شروط لتربية الملكة، من حيث انه ما اخذت احتياط، ما اخذت حاجتها الكافية من الغذاء الملكي ولا من درجة الحرارة ولا من درجة الرطوبة، هنا ستنخفض المناعة الطبيعية عند الملكة. لأنه الأيام الثلاث الأولى هي التي تحدد الملكة مستقبلا وجودة الملكة مستقبلا، وبالتالي عدم تقديم الغذاء الملكي المناسب في الوقت المناسب بالكمية المناسبة وتوفر درجات الحرارة المناسبة والرطوبة المناسبة سيخرج عندنا ملكات مناعتها ضعيفة، وهذه المناعة ستورثها إلى أجيالها، المناعة الضعيفة عفوا ستورث إلى أجيالها، وبالتالي تصبح الأجيال هذه أو بناتها ضعيفات مناعيا، وبالتالي تكون عرضة كبيرة للإصابة بالأمراض، سواء الأمراض الفيروسية أو البكتيرية أو الفطريات. إذن في هذه الحالة اللي بيكون تعرض ل أو يعني السبب في نقل الأمراض أو الحضنة المزركشة زي ما تفضلت حضرتك، هو بكون مسؤول عن هذه العملية هو النحال نفسه والملكة نفسها، هو اللي ربى الملكات بطريقة خاطئة وصارت هذه الملكات ضعيفة، وهذا الضعف أدى إلى ظهور الأمراض في هذه الخلايا. الأمر الآخر أننا نتحدث عن تربية الملكات عن طريق الطوارئ اللي هي التيتيم المفاجئ، هنا هذه الملكات لا تحصل على الغذاء الملكي المناسب، وخصوصا في اليوم الأول. اليوم الأول هو الذي يحدد جودة الملكة على مدار عمرها، وهو الذي يحدد الجهاز التناسلي، هو اللي يعطي القوة للجهاز التناسلي، بحيث انه الملكات التي تربى بطريقة جيدة من عمر يرقي صغير في ظل ظروف درجات حرارة ورطوبة مناسبتين، هي الملكة التي يتطور جهازها التناسلي بشكل كامل. فكل ما كان العمر اليرقي للملكة أصغر، كل ما تطور جهازها التناسلي بشكل أفضل، بحيث أنه الجهاز التناسلي المتكامل يحتوي على تقريبا 300 إلى 350 قناة مبيضية. أما الملكات التي تتربى على عمر يرقي كبير ولا تتغذى على الغذاء الملكي المناسب، فربما لا يصل عندها القنوات المبيضية إلى 200 قناة مبيضية، وبالتالي مستحيل هذه الملكات التي تنتج بطريقة الطوارئ إنها تجاري الملكات التي أنتجتها وتم تربيتها بعناية.
بحيث انه ممكن انه الملكة التي اخذت كل ما تحتاجه من غذاء ملكي ودرجات حرارة ورطوبة مناسبتين قد يصل بيضها في قمة الذروة الى اكثر من 3000 بيضة في اليوم، بينما ملكات الطوارئ قد لا يصل في قمة الذروة عندها في وقت البيض الى 2000 بيضة في اليوم الواحد. طبعا ممكن برضو انها تكون هذه الملكة تم تربيتها بشكل دقيق وبشكل سليم وتحمل كل المواصفات اللي فيها، ولكن هنا قد تصاب احيانا في بعض الامراض، وخصوصا الامراض الفيروسية التي قد لا يراها او قد لا يستشعر بها النحال. فالامراض الفيروسية قد تنتقل لها من الذكر اثناء عملية التزاوج، وقد تنتقل إلى الملكة بعض الأمراض الفيروسية من خلال الفاروة. هذه الأمراض الفيروسية قد تؤدي إلى إصابة الجهاز أو إصابة المبايض في هذه الملكة، وتؤدي إلى وجود مرض في البيضة قبل ما يتم عملية بيضها، وبالتالي هذه البيوض ستكون الأجنة الموجودة فيها ميتة، وإن فقست ستفقس مريضة، وبالتالي النحل راح يتخلص من هذه البيوض أو راح يتخلص من هذه الإرقات الصغيرة بمجرد فقسها، أو ربما يتخلص منها قبل ما تفقس، وبالتالي هنا يعني تظهر هذه الحضنة المزركشة بسبب وجود مرض فيروسي في النحل، وليس بسبب مثلا خلينا نقول خلل في تربية هذه الملكات. على كل الحالات مهما كانت الأسباب، فإذا كانت هذه الملكة مريضة وينتج عنها نسل مريض ولم تربى بطريقة جيدة بتعطينا هذه الزركشة، وبالتالي ما إنها عندها قابلية للإصابة بالأمراض ومناعتها ضعيفة، التخلص من هذه الملكات بيكون واجب في كل الحالات. يعني بدنا نقدم هذه الملكات ونتخلص منها. طبعا كل هذا الكلام بقول إذا لم تكن هناك وجود بعض الأمراض في الحضنة، ولكن كما شاهدت أنا من الإطار اللي أنت صورته أنه ما في أمراض، يعني كبرت الصورة وما في أمراض. على كل الحالات يعني إذا كان في إصابة في المرضية في الحضنة، برضو اللي بيتحمل المسؤولية عن هذه الأمراض في الحضنة هي الملكة اللي بتكون نسلها الناتج أو النسل الناتج عن هذه الملكة هو مناعته ضعيفة، وبالتالي النتيجة نفس الشيء، بدنا نتخلص من هذه الملكات. طيب يعني وبعد هذا الشرح الطويل شو استفدنا من هذا الكلام أو شو بدنا نعمل، ما هو الإجراء؟ يعني قتلنا الملكة، طب شو بدنا نساوي؟ بدنا نقوم بتربية، أو قبل قتل الملكات هذه بدنا نقوم بتربية ملكات من خلايا موجودة عنا، أو ملكات موجودة عنا ربما صار لها 3 سنين أو 4 سنين لم يظهر فيها أمراض، لا ظهر فيها مرض تعفن حضني أوروبي ولا أمريكي ولا تكلس ولا تكيس ولا إلى آخره. من هذه الملكات بنأخذ تطعيمات ومنطعم من هذه الملكات إذا بدنا يعني نربي ملكات بطريقة التطعيم. النحال اللي ما عنده القدرة وما عنده الجاهزية إلى أنه يربي ملكات بطريقة التطعيم، ممكن انه يلجأ الى احد الاصدقاء او معارفه اللي بيعرف انه هذول بينتجوا ملكات وعندهم اهتمام بتربية الملكات. برضو مش موجود في منطقتك، يعني بتقدر تأخذ اطار من البيض فقط، ما فيها يعني ما في حضنة، نأخذ هذا الاطار ونحطه في صندوق جديد، وبنأخذ مثلا من كل خلية إطار نحل فقط، يعني بدنا نأخذ إطارات عليها فيها نحل، ما فيها بيض، ما فيها حضني، ما فيها شيء، بدنا نأخذ نحل بس، إطارات نحل. بده يكون في عنا مثلا إطار البيض هذا زائد إطار عسل زائد إطار حبوب لقاح، وبننفض أمام هذه الخلية
كمية من الإطارات، يعني ممكن نفض إطارين ثلاثة أربعة خمسة، ولو أخذنا من كل خلية إطار ونفضناه ننفضه أمام الخلية هذه اللي إحنا بدنا نربي فيها الملكات، فالنحل الحاضن سيدخل إلى هذه الملكة أو إلى هذا الصندوق المعد لتربية الملكات، والنحل السارح سيعود إلى خليته الأم. في هذه الحالة مثلا بصير في عندنا خلية فيها أربع إطارات أو خمس إطارات عليهم كثافة نحلية عالية جدا، يعني على الخمس إطارات هذولا بدنا يكون في عندنا على الأقل 6,000 أو 7,000 نحلة، ونقدم لهذه الخلية الصغيرة اللي صارت عندنا هي صندوق لتربية الملكات، بنقدم لها الغذاء، بنقدم لها المحلول السكري إذا كانت الأجواء جيدة، أو العجين السكرية إذا كانت الأجواء غير جيدة، وندعمها برضو بالإضافة إلى برواز حبوب اللقاح، ممكن أن نعطيها عجينة بروتينية. وعندما في هذه الحالة ما في أمام النحل، كل شغل النحل راح ينصب على إطار البيض هذا، وعندما يفقس هذا البيض سيقوم النحل بتربية الملكات من هذا من إطار البيض هذا، ويكون عمر اليرقة بمجرد ما أنه البيضة فقست سيقوم النحل بالعناية في بعض العيون السداسية، ويقوم بتربية ملكات عليها بعمر يرقي صغير جدا. وعندما تغلق هذه البيوت الملكية أو يصير عمرها تقريبا يعني حوالي 10 أيام، نقوم بالتقفيص عليها، وعندما تفقس ممكن أن ننقل نأخذ هذه الملكات العذارة ونستبدل فيها الملكات الكبيرة أو الملكات المريضة أو الملكات التي تبيض حضن مزركشة، يعني نعمل استبدال. بهذه الحالة ممكن نقول إحنا استبدلنا الملكات، أما إن بدنا نقتل الملكة والملكة تعمل بيوت ملكية وتفقس عذارها من نفس الملكة، هذا ليس استبدال، ولكن هذا يعني أنا بقدر أسميه هو استنساخ للملكة اللي أنت قمت بقتلها، وبالتالي لن تحصل على أي نتيجة. تحياتي لك أخي الكريم، تحياتي لكل أعضاء هذه المجموعة الطيبة، وبارك الله فيكم جميعا.